ده احنا كمان بنصدرها لاخواننا في الدول العربية. والحقيقة وزارة الانتاج الحربي دورها راقي جدا هي. جدا في التصنيع، وهم اصلا متخصصين صناعة مش متخصصين حاجة تانية، وهم مبدعين في الصناعة. ده مجالهم. نعم. الشق الاخر بقى الشق الداخلي. نعم الشرطة. اللي هو اللي احنا كلنا بنقول الامن والامان. نعم. بنقول الحماية. اللي هو دايما بنقول كل ضابط شرطة ما هو إلا مشروع شهيد، هو حقيقي. طالع من بيته وهو أساسا بيحارب أو مش بيجاهد عشان خاطر أخوه وأمه وأخته، يمكن على مستوى حاجات كتيرة. لو نعم. اتكلمنا مثلا على مستوى المخدرات، لو اتكلمنا على مستوى التزييف، لو اتكلمنا على مستوى المباحث، نعم. يمكن أنا قريب ليهم بدرس معاهم نعم. يمكن أكثر من ربع قرن، شايف الناس دي عقليتها إزاي، دنيتها اتغيرت خالص، بتفكر في المواطن قبل أي حد. وبس إحنا كمواطن بقى أنا بطلب منهم المزيد، تطلب منهم المزيد للمواطن، للمواطن. وجه لهم رسالة. آه طبعا رسالة، أنا عاوز أنا كمواطن أشعر بالتعامل والتعاون. فعلي أيوة. على أرض الواقع لما أكون أنا محتاج حاجة من أي قسم. نعم. أشعر كمان برجال المرور، مش عشان تشريفة ماشية نعم. نلاقي الشارع كويس، لا أنا عاوز إعادة المرور. يمكن عاصرنا أوقات كتيرة قوي كان المرور في أفضل حالاته، النهاردة إحنا عاوزين ده يشعر به المواطن، عشان النهاردة تايم إز ماني، عظيم. الوقت اللي إحنا بنضيعه ده لا إحنا عايزين نستفيد بيه، ونقدر نستفيد بيه لو فعلا أخلصنا زي ما حضرتك بتخلص للبرنامج بتاعك. ربنا يحفظك يا رب. معالي الدكتور، تقدر تقول لي قرارات سيد الرئيس اللي هي كل شويه بنشوفها بشكل راقي جدا ومحترم، انها بتدعم كل الملفات اللي تخص مصر والمنطقه العربيه؟ شوف حضرتك، انا يهمني قوي ملف الطرق نعم. اللي احنا شفناه، لان ملف الطرق احنا كنا ترتيبنا في الطرق 118. عظيم. النهارده احنا عدينا، اي دوله بتتقدم مثلا بخمسه بسته، احنا تقدمنا في قفزه انتقاليه بمقدار 100. نعم. بقينا ترتيبنا على مستوى العالم، بدل ما 118 بقينا في مجال الطرق 18. احنا تفوقنا على الطرق التي تعد في امريكا ذاتها، الحمد لله. مش بالكلام. ما انا دايما حتى وزير النقل الحقيقه بتكلم عنه واقول وزير السعاده، طبعا لانه طبعا سبب رئيسي خلى الابتسامه موجود في كل مواطن بيتنقل في كل وسائل النقل ايا من كانت. حضرتك، انا وانا جاي اهو على القناه عشان اسجل، انا مش ماشي في جمهوريه مصر العربيه، نعم. انا ماشي في جنه الله على ارض مصر العربيه. الله. فده طبعا ان كان دي فلوسنا نعم. وفلوس الشعب، نعم. وده حلم القياده السياسيه، اعتقد ان هو قدر يحول هذا الحلم الى حقيقه، ونقدر فعلا ان شاء الله نغزو العالم كله بهذه الطرق. وبكده أصبحت هي مصر الجديدة فعلا، وكل يوم بنشوف جديد في كل مكان في ربوع مصر الحبيبة. تمام. اسمح لي، إزاي سعادتك شايف المشروعات على أرض الواقع في مستوى على مستوى الجمهورية؟ شوف حضرتك، احنا لما نتكلم على كلمة مشروعات احنا بنتكلم الأول على البنية التحتية. نعم. فلما نقول النهاردة البنية التحتية أخذت مننا 6 7 سنوات، أعتقد النهاردة بنتكلم بقى على حاجة تانية خالص، اللي هي جذب الاستثمارات، فمزيد من الاستثمارات. أنا بدعو رجال الأعمال المصريين الشرفاء، بدعو إخواننا في الدول العربية، وإحنا شفنا طبعا رأس الحكمة. نعم. وشفنا إحنا محتاجين إن كل الدول العربية بنقول لهم أصبح المناخ مناسب لإحداث ما يسمى بالقفزة الاستثمارية على أرض جمهورية مصر العربية. عظيم. والنهاردة اللي هيقدم ده هو اللي هيستفيد، بنقول له سرع بسرعة عشان غيرك ما يقدرش يجي قبل منك، لأ أنت ليك الأولوية، أنت ليك الأولوية، عشان نعمل مشاريع مش بس مشاريع إسكان، لا إحنا النهاردة عايزين نعمل مشاريع إنتاجية. هذه المشاريع الإنتاجية تقوم على دراسة السوق واحتياجاته لاكتفاء السوق المحلي، ثم إن إحنا نفكر للسوق الخارجي. وعاوز كل الدول العربية، ليه ما نعملش السوق العربية المشتركة مرة أخرى؟ نتمنى ذلك. ليه ما نفكرش نعم. في التعاون العربي مرة أخرى؟ ليه ما نفكرش في التكامل العربي مرة أخرى؟